هو ده الغرض من كرة القدم، التقارب ما بين الشعوب، ما بين القارات، ما بين من خلال مثل هذه البطولات يا كابتن فتحي. شوف يا كباتن، اقول لكم زي ما انت كنت بتقعد دلوقتي بتقول انا بقعد في البيت وبتفرج وبشوف والكلام ده كده، انا بقعد وبتخيل وبشوف ايه اللي حصل. عارف اللي بيحلم، زي ما احنا عاوزين الفرقه بكره ان شاء الله يوم الماتش تحلم وتلعب، انا برضو بحلم بقول في ايه اللي حصل. ده تقديرات قدريه، مش احنا، مش بمزاجنا ان انت شاركت. انت شاركت لان ربنا سبحانه وتعالى دايما يقول لك ربنا هو الحق. نعم، اسم من اسماء الله الحسنى الحق، ان هو حق. فحس او احنا حسينا بفتره ان في حاله ظلم، وربنا ما برضاش بالظلم. حقيقي. ايه اللي يخلي البطوله تتحط في المغرب؟ ايه اللي يخلي الوداد يشارك؟ ايه اللي يخلي يجي؟ كنا نتخيل مين اللي كان يتخيل ومين يفكر يقول لك ان الاهلي هيشارك؟ ما حدش يجرؤ. ده قرار قدري من عند ربنا سبحانه وتعالى انه ينقل البطوله ويحطها في المغرب، وبالتالي احنا نشارك. طب دي اول خطوه. الخطوه الثانيه انك تشارك ويجيب معاك ريال مدريد. الناس في الاول اتخضت، لا ما اتخضش، ده برضه ترتيب الهي. ليه؟ لان جايب بطل القرن الاوروبي والقرن الافريقي، يعني قرن افريقيا وقرن الاثنين مع بعض هيلاعبوا بعض، لعبوا بعض قبل كده ودي، لكن ما لعبوش مع بعض رسمي. واللي يقول وديه او رسميه الاتحاد الدولي ما بيهزرش، ما بيعملش وديات، مش فاضي للوديات. لكن هو الاتحاد الدولي من يوم ما اتعمل 1904 الاتحاد الدولي بيقول ان انا كل الحاجات اللي بيعملها حاجات رسميه. اذا بطوله زي دي ما هي الا بطوله رسميه، مش بطوله انها يعني وديه كده واي كلام، هي مش اي كلام، دي حاجات بتكتب في التاريخ للفرق اللي بتلعب بعض والفرق اللي بتشارك والفرق اللي بتعمل نتائج. فاحنا وصلنا لهذه المكانه، مكانه الهيه. ربنا ما بيديش الا للي يستحق، فادى لهؤلاء الفرق السبعه اللي هم مشاركين لانهم هم يستحقوا انهم يوصلوا في هذا المكان، طبعا بلعبهم وبادائهم وكده، لكن ما حدش بيكسب، ما حدش بيعمل، ما مش انت بتروح يعني مثلا كابتن مارك كان يتمنى في يوم من الايام انه كانوا بطوله كاس عالم اياميها طبعا، وانت المجموعه دي، وكان يعني برضه نفس الحكايه أكيد. انت لحقتها مرتين بس. طب كويس. لكن انا بقول الترتيب بتاع هذه البطوله في السنه دي له يعني حاجات كتير قوي 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 قوي. نفرح ان احنا شاركنا، نفرح ان احنا بنلعب مع ريال مدريد تقييماته في العالم ايه، والنادي الاهلي تقييماته في العالم ايه، يعني هم اصبحوا دلوقتي، فربنا جمعهم، بيجمع الحاجه عشان يطلع الانتاج القوي في هذه البطوله.